كرة القدم. الرياضي فن ولعب بيرسى اللي قال دي مدرسة أوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي. أهلا بكم وحلقة جديدة من ستارز أوف فانتسي والثعلب يعود من جديد وحط على العالمين وتفوق وتألق. ايه بقى؟ 36 يعني. طب ما هو 36 ايه؟ 67 53 مش ده سكورت على الاسبوع ده. اوكي. لسه بدري يا ميدو لسه بدري يعني هجيبك. توتال ما تقلقش. هو التوتال كام اللي انت لقيت في الموبايل من شويه كده؟ لا فرق شاسع. انا أيوة كام يعني؟ انا 1300 وحاجه وهو 1200 ولا 1100 وحاجه. ايوه عشان في 6 ويكس مش محسوبين ليه 6 ويكس؟ وانت ليه عامل لك اكونت تاني ليه بقى؟ مش باص فيه اكونت 67 53 لسه. في اكونت طلعت. ده بقول لك كده عامل 3 اكونت لغايه دلوقتي عشان يلحق يخش معايا. في اكونت طلعت. كتر خير ان هو مكمل يعني. ميتوه بره الثلاجه خلاص. ده بقول لك كده اول خمس حلقات في 5-0. لدرجه احنا قلنا البرنامج هيبوظ كده لازم ميدو يخش تاني. كان بيدرب وكان عنده لا كان عنده مهمه ماشي. صعبه فمركز العالم الدنيا. انا سايب يا عم نفسي ما قلتش حاجه معاه في حته ثانيه ما قعدش بقى يتنطط وبتاع. انا عايزك بص نفسي عارف ايه ولسان تابع عالمي ثانيه وانت طالع سيب بس اقول له حاجه بس حبيبي عارف نفسي في ايه؟ عارف نفسي في ايه؟ نفسي زي ما هو فعلا كده بيقول لك انا هجرب التدريب وبتاع يروح يدرب لو شعرك ما وقعش وبقى بتشد بشعرك وانت ماشي في الشارع بتكلم نفسك يا راجل ما اعرفش حاجه. شايف حازم كده يعني حازم لو ضرب فعلا عنده هدوء وبرود يوزعه على نص الارض والمصحف عنده برود. ايوه بس انا بكتب لجوه ولا سيب شعري هيوقع فعلا كل حاجه هتقع منه. والله العظيم لو ضرب هيبقى شكله عنده 60 سنه في 3 ايام. تعلم يا ابني ده كان قاعد جنبي في الدفاع وهو بيدي الكرة في الزمالك بعد ربع ساعة من أول ماتش قال لي يا ميدو بقول لك أنا مش بتاع الكلام ده أنا الكلام ده بعد ربع ساعة قلت له حازم بصيت في الساعة لقيت فات ربع ساعة. ضغط عصبي فعلا جامد قوي بصراحة. شغلانة صعبة ها؟ طبعا لا شغلانة لا هو بس شغل الكرة بس جميلة بنحبها يعني أدرينالين ادمانك انت ها؟ ادرينالين مفيش بص مفيش حد بيخش في التدريب وكذا طبعا مبقاش الموضوع بالنسبه له ادرينالين بعد ما تقعد كده شهرين ثلاثه في البيت تلاقي نفسك ان انت بتفرق مش ميدو بس ميدو نبيل معلول واي مدرب لما بيقعد شويه في البيت عشان تبص على الشراب بتاعي معرفش في ايه بس انا الشراب بيني وبينك تحفه وانا داخل في السكه دي عيد ميلاد بتاعك ده داخل في السكه دي. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. كابتن حازم كان ممكن يرجع معانا على طول بعد الماتش ويحضر اي حاجه قاعد يومين ثلاثه في دبي. عرفنا بقى انت رايك ليه كان في ايه؟ كان في خروج مثلا؟ لا لا مش كنت قاعد مع اصدقائي في رابطه وكان عندي شغل هناك كان عندي شغل مواعيد رابطه الزمالك في الحته دي الحمد لله كان يعني الماتش كان يعني الدنيا كانت حلوه الحمد لله. بس انا عايز اسالك سؤال وحياه هو احنا كنا جايين نتكلم عليها النهارده تكلموا على الستايل بس انا عايزك تقول حاجه ممكن تدي رايك في شراب بيدو وحياه ولادك. لا خلاص انت خلاص اتعودت عليه فما يعني بقيتش الحاجات دي لو شفتها على حد تاني يعني هتاخد بالزبط. والله بقيت اشوفه ما بقتش هيكتس خلاص تعبت بقى تعبت عارف انا اديت ستيتمنت للناس ان انا راجل عادي ممكن اعمل اي حاجه الناس لو بتشوف ايوه فخلاص يعني بس حلو والله الحمد لله والله لا بلاش والله هو انا عاجبني هو يعني ليه هو حلو لكن مش والله انا عاجبني والله ايوه ماشي عليك علام انت تعمل اي حاجه براحتك حبيبي يا ملك انت عيد ميلادك وبتاع أيوة شفت بقى الفرق كل سنه الطياره عليك الراجل عنده ارتباطات بجاش تعرف الفروقات فاهم الطياره عليه والله جاي من الطياره عليه رغم ان انا اتحايلت عليه قلت له حازم عشان خاطر حالتي عيد الميلاد لكن امور كانت عندي شغل الظروف كانت اصعب عندي شغل عندي شغل قلت لك هعمل لك واحد تاني لوحدك كده استر يا رب طيب ايه الاسبوع ده ايه اللي حصل؟ عملنا انا فرقه كويسه اللي بتاعتي رجعت تاني يمكن خط النص كان كويس خط الدفاع بتاعي كله جاب نقط كتيره جدا ودي من الحاجات المهمه عندي قوي لانستروم 7 نقط جاب جون سوينشو جاب 7 نقط كلين شيت وبونس فان دايك طبعا 6 نقط كلين شيت سايس جاب 6 نقط كلين شيت فدول عملوا لي رقم كبير جدا سون جاب هدفين وبونص ده يمكن عمل لي فرق في نص الملعب لان ليفربول صلاح كنت حاطه كابتن ما جابش حاجه ماني كنت حاطه في الفرقه ونزل الحمد لله جاب جون فعمل لي 5 نقط كالفرت لوين يمكن من اللعيبه اللي هو ظبطني بقاله 3-4 اسابيع جاب 11 نقطه هدف واسيست وبونص فالفرقه الحمد لله كويسه الاسبوع ده عملت شغل كويس الاسبوع بقى اللي بعده هو اللي هيبقى صعب شويه عالمي والله برضه انا اسبوع كويس مش وحش يعني 53 نقطه يعتبر رقم كويس
بس كابتن حازم يعني كان عنده حته الديفنس دي زودت معاه، وانا عندي في ناس وقعتني يعني. صلاح مش في افضل حالاته. أه؟ صلاح مش في افضل حالاته. لا، واوريه توتنهام خد انذار بقى نقطه. دينيف ايفرتون خد نقطتين. وعندي كمان ديلي علي قاعد احتياطي في ماتش توتنهام. ديلي علي اتخانق مع مورينيو خناقه جامده. وضرب البنش وبتاع لما طلع في الشامبيونز ليج. اه، فالماتش بتاع الدوري قعده، ومورينيو طلع هاجمه يعني، مش هاجمه يعني، يعني طلع في البريس كونفرنس قال لك انا اعتقد يعني ان هو ما كانش زعلان مني، هو كان زعلان من نفسه. بات وي امبروفد ا لوت افتر ذيس سبستيتيوشن، يعني اتطورنا بشكل كبير يعني، بيخبط فيه بشكل اندايركت. مورينيو كل الاماكن اللي بيروح فيها بعد فتره بيخسر اوضه اللبس. خسر اوضه اللبس في مدريد. في وقت ما خسر اوضه اللبس في انتر مش قوي. الجملة المشتركة دي في اي تدريب او اي مدرب ناجح، تكسب اوضه اللبس تكسب الفرقة. بس هو كان ميسي بيكسب اوضه اللبس. اخر حاجة كان ايام انتر كان بيحبوه جدا في الدوري. طلعت لو افتكر ماتيراتسي لما طلع وعيط وهو ماشي، لما كان مورينيو ماشي من الانتر ماتيراتسي ما كانش بيلعب كمان اساسي، لكن قعد يعيط. ما بقتش موجودة يمكن. وحتى اقوى مثال ايام مانشستر يونايتد مع مورينيو، بان قوي ان ما حدش طايقه في هناك، او اللعيبه كلها. بس مانشستر يونايتد بالذات تحس كل اللعيبه فوق فاكر اتخانق معاه في التمرين. تشيلسي العيال ما كانتش بتجري في الاخر. يعني تشيلسي في الاخر اخذ 3 4 ماتشات لمورينيو قبل ما يتم قرضه، ما كانوش بيجروا. ماتش ليستر اللي غلبوه 2-0 ده ما كانوش بيجروا. اه، ومانشستر نفس الكلام ده. حتى مانشستر لو تفتكر بوجبا كان عامل ازاي، واول 3 ماتشات لبوجبا مع سولسكاير احسن لعيب في البريمير ليج كلها، كل ماتش جون، كل ماتش جون، كل ماتش جون. يبين لك الحاله النفسيه كانت عامله ازاي. يعني بقول لك واحده من اوحش الحاجات اللي في رايي اللي ممكن تبقى موجوده في اي مدرب، ومورينيو ما اعرفش يعني مش عارف يعالجها طول عمره، استخدام الميديا وان هو بيتكلم على لعيبته في الميديا. يعني انا شفت انترفيو لمارسيال الاسبوع اللي فات، بيقول انتوني مارسيال طبعا مانشستر يونايتد، كان بيقول ان انا كنت زعلان جدا من مورينيو ان هو طلع اتكلم عليا بشكل وحش في الميديا في الاعلام، كنت اتمنى ان هو يجي يقول لي الكلام ده. بس عايز اقول لك حاجه يا ميدو، كل شيخ وليه طريقه. يعني ملهاش مدارس ثابته. في مدير فني يطلع دافع عن لعيبته، في مدير فني يطلع يدوس على لعيبته، في مدير فني يطلع يقول لك انا ادوس عليهم عشان يدوا اكتر من كده. كل واحد ليه مدرسه. بس وفي مدير فني يطلع يقول لك لعيبتي خذلتني، وفي مدير فني ما يرجعوش لمستواهم حتى دلوقتي. كلام تقيل. بس انا عايز اقول اتفضل. لا انا معاك في اللي انت بتقوله، بس عايز اقول لك حاجه يا سيف. ما تعملش منشن للعيب عندك في الفرقه وتحدده ان هو كذا، ان هو يعني انا بتضايق قوي مثلا دلوقتي أوي. مثلا لما اسمع مثلا ان حد بطل مسك كوره من 10 سنين وبيطلع يتكلم على زمايله في اوضه اللبس ان هو مثلا كان بيعملوا كذا او بيعملوا كذا او جه قال لي كذا. ساعتها حازم انت اكمل بس اكمل. او واحد يطلع يقول لك او واحد مدرب عندي انا كنت مثلا بتمرن معاه زمان من 10 سنين واطلع اتكلم على 10 سنين اقول اصل هو كان بيقول كذا. الناس بتتكلم عن ناس ماتت وناس دي يعني يا جماعه دي حاجه. انا بشوف ان انت علاقتك بزمايلك في اوضه اللبس وعلاقتك بمدرب اوضه اللبس دي حاجه المفروض تفضل بينك وبين دي حاجه احترام معنوي بينا، حاجه كده يعني مش عارف اقول. اه، ما ينفعش بعد ما تبطل مثلا او بعد ما تمشي من مكان تطلع تقول تطلع تقول الحاجات اللي بينك وبين صحابك. حلو انت برافو عليك. طب كويس بقيت سمعت دي سنه نضقت شويه والله. يعني او بشوفها عندنا في مصر يعني بتضايق لما الاقي لعيب مثلا مشي من او بيحكي ذكرياته يقعد يخبط في زمايله ليه يعني. وبعدين عارف ليه؟ اه بتسال مش عارف ليه؟ عشان ترند والهبل ده. بس دي حاجه انا بشوفها عيب عيب ولا بيبقى ليها معنى ولا بيبقى ليها شكل انك تقعد تتكلم على زمايلك او تقول مثلا ده كان بيخاف او ده كان بيعمل ماتش وسبناه. انا بس لا من اكتر. وبعدين مثلا يجي يقول لك في ماتش مثلا سي مثلا في زمايلك يقول لك ده جه قال لي بيشوش علينا مثلا واحد تاني ليه بتقولها ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ او في ماتش مش عارف. طب ما احنا في كل الماتشات في ناس كتير بتيجي تقول لنا كان بيجي يقول لي بيشوش عليا حاجه اقول بعد مثلا 10 سنين ده على فكره ده قال لي بيشوش عليا ايه اللي انا استفدته؟ يعني باين انا جامد وانا قوي. حاجات في بتبقى حاجات بين اللعيبه وبعض دي لازم الناس تحترمها واللعيبه تحترم بعض فيها. ما ينفعش تقعد تتكلم كده قدام الناس عشان تكسب مشاهده او تكسب لايكات. حاجات بصراحه بتجنني وبتضايقني جدا من اللعيبه. انا عارف على مستوى شخصي يعني كويسه بس بيطلع ما اعرفش بيحصل لهم ايه، عايزين يتكلموا على ناس ويتكلموا على حاجات مالهاش معنى. عارف لو الواحد لو انا مثلا قلت على الاسرار اللي بيني وبين زمايلي وبتاع لا انت تحبس والله العظيم. لو عملت كتاب قلت فيه اسرار والله العظيم هيعمل اكتر مبيعات في العالم. بس في زي ما كنت عايز بيقول لك في حاجات اللي هي الاحترام ما بين الناس.
اسرار وحاجات بتبقى ما ينفعش تتقال. انت بالذات هنيدو اي حاجه في اوضه اللبس او في اي اوضه بالذات ما ينفعش تحكيها. عشان كده انا مظبط ربنا يهديك وفي برنامج ويعفو عنك يا رب. ها بقول لك ربنا يهديك ويعافيك. انا عايز اقول حاجه، في حاجه في الموضوع ده بقى مضايقاني جدا. ماتش الزمالك والاهلي بتاعنا كابتن وليد صلاح الدين ما اعرفش طلع مره قال في لعيب كبير جه قال لي بيشوش علينا باين حاجه كده يعني، فالناس فكان انا اللي قلت له فينا بتمنشني مثلا وليد يطلع يتكلم ولا حاجه. فقلت لوليد، وانا وليد قلت لك انا طبعا فكرتني قلت له وليد انا لما طلعت كنت انت لسه ما نزلتش يعني، انت كان هو احتياطي وليد نزل وانا طلعت تقريبا وهو انا كنت لسه نزل. فتلاقي الناس يقول لك اصل حازم راح لوليد قال له بشوش. بشوش يعني حازم لا ممكن يقول هقول لي مين بشوش ولا هو يقول لي يعني. وحتى لو حد قال لحد يا جماعه في حاجات في الكوره كده يعني، يعني شوف مره واحنا بنلعب في نابولي مثلا مع ايطاليا ممكن تلاقي حد يجي يقول لك بشويش خلاص الماتش خلص، بس مش هتقول مين مثلا اللي قال لك او خلاص بتبقى امور كده بين اللعيبه في بعض يعني فاهم. لكن ما اعرفش في حاجات بقت غريبه بصراحه. اكتر حاجه واكتر دماغ الناس اتجننت في الموضوع السوشيال ميديا ده لا، واكتر من اكتر حاجات برضو اللي بتضايقني فعلا لما واحد كان لعيب يعني قبل كده وبطل وبيطلع دلوقتي يشتغل يتكلم في التلفزيون ويمسك ولد صغير يدوس عليه يعني ما ينفعش يعني. ولد صغير عنده 20 سنه 21 سنه كلنا كنا صغيرين. قصدك بلال ومصطفى محمد؟ اه الموضوع ده مزعلني جدا لان ما ملوش علاقه باهلي وزمالك على فكره. طب ما انا راجل زملكاوي تمام وعلى طول طول عمري ورمضان صبحي مثلا بيلعب كويس اول واحد بشيل بيه، رمضان لعيب كبير، رمضان كذا، ملهاش علاقه الكوره ما فيهاش الكلام ده. وكلنا كنا صغيرين وكانت الحاجات دي بتاثر فينا يعني. عارف انت لو انت ما عشتش خلي بالك ده يعني ده مش هزار لا يعني لا. عشان نقول والله اللي لينا واللي علينا يعني بلال اخدها لا لا من لا. من بس هو ما كانش ينفع يقول يعني ابو فكاهه يعني بص النقد طبيعي بس انا في حته واخد على بلال هو حبيبي كل حاجه بس ما ينفعش يقول ايه بكره مش هيجيب جون مصطفى بكره مش هيجيب جون لان الكوره دي بتاعت ربنا ما تضمنش طبعا حازم ما ينفعش تحكم حكم في الكوره او مثلا تقول حازم هيبقى بكره وحش لا ممكن ابقى كويس فاهم هو اخذ الكلام المطلقه دي صعبه شويه في نطاق الهزار وبتاع يعني مش نطاق اللي هو الجد الجد يعني. لا وبعدين في كلام انا برضو طلعنا بره بس في كلام يا برضو ايه قالوا لي ان بلال رد عليا في الكلام اللي انا قلته ان انا كنت بتكلم في ان الاهلي يعني ما لعبش فرقه جامده لسه تختبر وبتاع فقال لك هو الكابتن ميدو ما مش فاكر ان الفرقه دي كسبت الزمالك قبل كده وبتاع ما ينفعش ترد عليا بالليل يعني ما ينفعش ماشي يعني بجد ما ينفعش يعني في حاجات ممكن انت وبلال حبايب يعني والدنيا لا لا مش عامل منه حاجه عادي يعني بس عدت عليا يعني. طيب نطلع فاصل ونرجع نتكلم على ماتش الاهلي والزمالك القادم. ورجعنا لكم تاني ونتكلم على ماتش الاهلي والزمالك في السوبر المصري وماتش الاهلي والزمالك اللي هيتلعب ان شاء الله باذن الله القادم ونتكلم على توقعاتنا للاثنين. لا هيتلعب القادم ربنا هيتلعب القادم يا جماعه يا رب ان شاء الله ربنا يفرحكم. يلا يا عم وصلنا المرحله مش عارفين نقول الماتش هيتلعب ولا مش هيتلعب. اول حلقه عملها في حياته كانت معايا طبعا تمام دي حقيقه وكان برنامج كان اسمه ايه؟ والتانية كانت مع حازم كان اسمه حق الرد فلقيته بيقول لي يا ميدو ايه رايك في مستوى حسام الحضري؟ قلت له حسام الحضري مين انا لعيب حسام الحضري رايك في ماتش الاهلي والزمالك الاخير والاحداث اللي حصلت والعقوبات الاحداث ولا الماتش؟ العقوبات سيبك بقى من الفنيات عقوبات لا بص خلينا دايما العقوبات قويه وانا انا انا هي في حاجه بقت مشكله عندنا سيف احنا بقينا ندافع عن قله الادب بشكل غير طبيعي حسب لون فانيلتك. لو انت اللعيب بتاعك اللي عمل الحاجه المؤذيه او الحاجه اللي هي مش طبيعيه بتدافع عنه عشان هو بقينا ما بندافعش عن الصح. طب انت رايك في العقوبات ايه؟ عن حاجه الصح بندافع عن حسب هو مين اللي عملها. انت رايك لو هي تبعك هتدافع عنه لو مش تبعك هتقول ده لازم يتجلد. محدش بياخد مقياس الحق والباطل. رايك بقى انت ايه في ايه؟ اي حد عمل حاجه يتعاقب وعاقب يعني رايك ايه في العقوبات؟ ايوه انا مبسوط بيها مبسوط بيها وكنت اتمنى كمان اكتر كمان لان المنظر اولا اللعيبه بقت عندها مشكله كبيره. اللعيب دلوقتي الناس لما بتهيص ليه في على السوشيال ميديا هو مش عشان هو لعب كويس هو عشان عمل حاجه ضد المنافس او شتم حد او عمل بقت هي دي دلوقتي اللي بتخلي ناس كويسه
مش معقول المقياس للعيب دلوقتي ان هو يكتب ايه او يعمل ايه بره الكوره. دي حقيقه ما بقتش ملخصه الكوره للاسف الشديد. كمان ان احنا عشان احنا عارفين اللعيبه دول بنفسها لما تلعب بايديها وبقها مش برجليها. بغض النظر انت الملخص بتاعك المفروض هو الكوره. هات لي حد كده اتعمل ترند عشان جاب جون حلو وبقى احسن لعيب في مصر. مش هتلاقي الترندات كلها ان واحد شتم حد, واحد قال على حد حاجه, واحد عمل حاجه, الجمهور عمل حاجه لحد. والجمهور برضه في حاجه بتضايقني جدا في موضوع الجمهور ان هو بيستحل اللعيب. ما اعرفش ليه يقول لك هو لعيب كوره. ايه معنى لعيب كوره؟ هل معنى لعيب كوره انا اشتمه على طول؟ ما فيش حد بيقعد يتشتم على طول برضه. يعني ده في الاخر بني ادم زي ما انت بتيجي تتشتم في حته اكيد بتتضايق. فحته برضه الجمهور يقول لك اصل هو لعيب كوره وكبير لازم يتحمل. ليه يتحمل؟ ليه هو جاي يلعب كوره؟ لا 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 حاسس, بس ده عرف يعني طول عمرك. لا لا غلط يا حبيبي, غلط في العالم كله. في العالم كله انت بتكسب بيمدحوك بتخسر بينتقدوك. انا ما قلتش حاجه عن النقد على فكره. انا بقول لك في الملعب لما تتشتم بره لما حد بيشتم لعيب بيحصل عقوبات على الـ على الـ على الجمهور. بس أيوة انا عارف ان ممكن الجمهور ياخدها. انت نظريه في حاجه يا سيف معلش. اصل انا كنت لعيب كوره ليه انا اتشتم؟ ليه يعني امي تتشتم وخالتي تتشتم؟ لا لا غير مقبول. ام لا يعني انا بس ما انا بسالك في حاجه. لا يا عم لا والله بجد. اصل بقرا الناس مثلا يقول لك اصل ده لعيب كوره وده جمهور كوره. هو ده جمهور كوره. ليه جمهور كوره؟ تجاوز يعني. بس الناس ممكن تنتقده. يا عم ماشي يعني انت بتتكلم في انتقادات عادي يا حبيبي. انا ما بتكلمش في انتقادات. لا لازم لما مدرج كامل. لكن انا بتكلم في حاجه ان الجمهور مثلا 100,000 يشتمك انت. لما يشتمك لازم يبقى عشان انت مثلا بتلعب ضد الفرقه بتاعتك. وده على فكره موجود في مش ان انت مثلا عملت حاجه. احنا مش بنتكلم ان مفيش. ده موجود في اللعبه. احنا بنتكلم. ايوه انا بتكلم ان ده لا. انت اللاعب لازم فاهم ان الثقافه دي موجوده. لا يا سيف. مش هم النهارده الجمهور هيخرج على النص معايا يخرج على النص معاه. لا دي مش ثقافه على فكره. ده غلط برضو انت تقول الناس دي ثقافه موجوده ان انت تشتم الناس عشان هو لعيب كويس في فرقه ثانيه. تشتم انا بتكلم في الشتيمه. سيبك من النقد دلوقتي. انت بتدخلني في حته. انا مش بتكلم برضو على الشتيمه. حتى في الشتيمه انا مش بتكلم على الجمهور. انا بتكلم افرض الجمهور شتم اللاعب يبقى عارف ان زي ما انت قلت ان في لوائح وان هو عقاب مش ترد انت عليه. ايوه ما عشان بقى اللعيب غلط غلط ترد عليه. غلط مكتوب عليه. بس في الاخر برضو اتفضل عيد ميلادك معلش. لا خلاص انا راح لا يعني خلي بالك برضو اللعيب غلط ان هو يرد طبعا. وعلى فكره انا برضو اتشتمت كذا مره عمري ما رديت يعني رغم ان انا كنت يعني في المناخوليا ساعات. بس ايه ما كنتش برد لان مقتنع ان ده جمهور مش هرد عليه يعني كوانا بلعب بزي. مره رديت وانا مدرب. المهم اللعيب لو هو عارف ان الجمهور ده هيتعاقب مش هيرد لان خلاص هو عارف ان في حد هياخد له حقه. صح. انا حقي هيجي لي. الناس دي شتمت فانا حقي هيجي لي. الناس دي هتقعد مثلا ثلاث ماتشات ما تعرفش تخش الملعب. صح. فده ما بيحصلش. انت النهارده بتنفذ جزء من اللائحه بحقيقة امر الجنايني واللجنه الخماسيه على شجاعتهم في اتخاذ قرارات صعبه مش سهله وقرارات ممكن تدخل اي حد في مشاكل لكن كان عندهم الشجاعه الكافيه ان هم يتخذوا القرارات دي. وبحيي المسؤولين في الدوله ان هم عاملين حمايه كافيه للجنه الخماسيه المفاوضه من الاتحاد الدولي لاداره الكره المصريه باتخاذ القرارات الجريئه دي لان كلنا عارفين ان الحمايه دي مهمه جدا. وبقول ان في جزء من اللائحه اتطبق والجزء الثاني ما اتطبقش. انت جميل جدا كل الكلام. القرارات اللي اتخذت انا شايفها ان هي قرارات عادله. تمام. انا نفسي شايفها ان هي قرارات يعني بنسبه كبيره عادله. ما فيش حد هيبقى عادل 100%. لكن في جزء انت ما نفذتوش ان لو في شتيمه من مدرب ان لازم النادي ده يتعاقب. النادي يتعاقب بحمام الجمهور. في فلوس. فلوس في غرامه. فلوس في غرامه 1000 جنيه على الزمالك. هو لا الغرامه دي لعدم استطاعتهم السيطره على اللاعبين. لا لا عاملين غرامه في العقوبه دي 100,000 على جمهور الزمالك و100,000 على جمهور الاهلي. ماشي. بس انا بشوف الحاجات دي فلوس دي ما لهاش قيمه بصراحه لان النادي اللي بيدفعها مش جمهور. يعني انت كان نفسك ان العقوبات تزيد عن الارقام اللي انا نفسي. خلي بالك ان الدوري غير جمهور فمش عارف يبنى جمهور. انا نفسي نلعب كوره. ما العالم كله بيلعب كوره زينا. احنا لا في الفتره دي شحن وزياده جدا. وانا خايف بصراحه ان احنا رايحين في حته مش حلوه في الكوره بصراحه بشكل غير طبيعي. الناس كلها الاهلاوي اهلاوي قوي ويعني معظم او يعني مش كل الناس بقى. والزملكاوي زملكاوي قوي. فده لا متقبل ده ولا ده متقبل ده ولا ده. المشكله الحقيقيه كل واحد عايز ياخد اللقطه وكل لعيبه. ما بقول لك سيف الجمهور بقى متعصب جدا واللعيبه بقت بتتعامل زي الجمهور مش كلاعب. في دور برضه بيخش في حته بيشوف دلوقتي بيخش يشوف دلوقتي. لا 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 في دور على الاعلام طبعا. يعني انت النهارده الويب سايت اللعيب لازم يعرف ان هو لعيب.
يلعب كوره، مش ان هو يحط بوستات والحاجات دي. اللعيبه بتهتم بالبوستات وان يخش على تويتر يكتب حاجه فالناس يقول له يا حراق ويا قاصف جبهه والكلام ده كله، اكتر ما بيركز في اللعب. يا جماعه مش 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 طبيعي يعني. يعني بجد اللعيبه دي لو لا قدر حصل حاجه والدوري وقف هم اكتر ناس هتتاذي، مش هيلعبوا كوره. لو بعدين دايما لازم تركز في الكوره اكتر. الويب سايتس كمان، المواقع ومواقع مشهوره في مصر يعني، تمام. معلش يعني ما ينفعش يبقى في لعيب مثلا واحد مثلا طلع اللعيب ده مثلا مبطل بقاله 12 سنه واحنا ما سمعناش عنه حاجه بقاله 10 سنين، صح؟ ما سمعناش عنه حاجه خالص، الراجل كان قاعد في البيت او كان عنده هيز اون بزنس او بيعمل ايه وبتاع. بعد كده مره واحده الراجل ده يقول كلمه فتروح واخد له هيدلاينز، دعم 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 دعم، هيفرح وهيتبسط وهيعمل كده تاني، وهو لما صدق انه يرجع للسبوت لايت مره تانية. فانت برضو الميديا عليها دور، مش اي حد بس هو قاعد يطلع يتكلم، ممكن يعمل فيديو لوحده ما عادش محتاج ميدو يعني. لو هو اتكلم لو راجل يتكلم هيتكلم، بس هو بس طبيعي هيقول ايه عشان تبروزه. ايوه ما هو الويب سايتس المفروض برضو والمواقع بتاعتنا ما تبروزش ناس، معلش مع احترامي، واحد بيقول مثلا كلمه على حاجات معينه، حاجات غلط او حاجات حصل، الكلام ده المفروض ما يتنقلش. ما اعرفش بقى ازاي، بس ما تدوش اهميه يعني. طب سريع عشان وقتنا بيخلص، انت شايف دلوقتي ان اللقاء الاهلي والزمالك، الزمالك هيلعب بفول تيم ولا هيلعب باحتياطي، والاهلي هيقابل ازاي؟ لا مفيش حد هيلعب بالاحتياطي، الفرقتين حتى لو الزمالك كسب، الزمالك مش عايز يتغلب، عايز ان هو يعمل ماتش كويس. انت شايف ان هو ممكن يلعبوا بالفول تيم ويروح وده يلعب سان داونز ده يلعب الترجي؟ انا بقول ان هو يلعب فول تيم. سيف احنا يا جماعه بنبيع للناس قضيه خسرانه، تمام. انا عارف ان اللعيبه بتاعتنا مش متاسسه زي بره ولا كل حاجه، بس 4 days is enough time، وقت كافي جدا في ان انت تريكفر وترجع لحالتك الطبيعيه قبل الماتش اللي جاي. 4 ايام كافيين جدا جدا، مفيش اي مشكله فيهم، بالذات ان الفرقتين بتوعنا ما عندهمش سفر. يعني انت تقول ان انت تاجل الماتش يا كابتن حازم، لو الفرقتين لو ده رايح يلعب الترجي في تونس وده رايح يلعب صن داونز لا هو في نقطه كمان عايز اقولها فير انف، انما الماتشين موجودين هنا، الماتشين في استاد القاهره، يعني انت لا هتسافر ولا اي حاجه، ليه ما تلعبش؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، سؤال بس كده، تمام. الانديه دي الزمالك والاهلي هم اللي كانوا بيطالبوا ان القايمه تبقى 30 لعيب، صح؟ لسه بتقول كده فعلا. خلاص كمل انت. لا صح، زي ما انت بتقول فعلا. هو انت النهارده ليه طلبت ان هي تبقى 30 لعيب؟ خلاص بخليها بقى 20 لعيب ووفر 20 وخمسه صغيره. لا 20 وفر في الملايين انت بتصرفها في ال 10 دول. لما انت بتروح لاتحاد الكوره تقول له لا انا بشارك في بطولات افريقيا وانا عايز 30 لعيب عندي في القائمه. ماشي يا عم، عملنا الدوري بتاع كله 30. طب فين بقى دلوقتي انت مش عايز تلعب كل اربع ايام حتى لو انا عارف ان هي ماتشات صعبه وجامده وارهاق على اللعيبه ومحتاجه شغل جامد جدا من المدرب ان هو والجهاز الطبي والجهاز الجهاز الفني ان هم يقدروا يرجعوا اللعيبه لحالتهم الطبيعيه قبل المباراه. لكن انت النهارده منين انت فرقه كبيره ومنين انت مش عارف تلعب مباراه كل اربع ايام؟ وبعدين في حاجه يا ميدو، معلش، هو فكره ان انت لازم تخش تاخد ست بطولات تلعب فيهم دي برضه مفيش حد في العالم بيعمل كده. ليفربول ضحى ببطوله، يعني انت دلوقتي ليفربول لما راح البطوله قالوا له يا حبيبي لا انت هتلعب يا اما ده يا اما ده يا اما ضحى ببطوله. مفيش بقى هناك قال لك ايه ده ضد الوطنيه وانا بلعب باسم انجلترا والاتحاد ده ضدي ودول بيحبوا مانشستر يونايتد. قال بس ماشي لعب. بس لعب ما مش ده بعدين مثلا مش ده بيحب مانشستر يونايتد فمش عايز ناخد السنه دي الكاس تاني. خلاص لعب لان جدول الدوري بيعمل. وبعدين كل الناس انت دلوقتي بتجيب ال 30 لعيب زي ما ميدو قال، لسه عايز الموضوع، انت جايب 30 لعيب بتدفع كام للعيبه؟ يعني انت بتلعب بكام؟ ب 16 لعيب مثلا؟ طب ال 10 وال 15 التانيين دول انت دافع فيهم لا يقل عن 50 60 مليون؟ انت جايبهم راميهم 60 مليون كده على الارض؟ طب ما انت جايبهم ليه؟ ما انت دافع فيهم فلوس كتير. يعني هتكلم على الزمالك والاهلي اللي هم بينافسوا. شفت الجريت ماينز دايما بيفكروا زي بعض. انا داخل فيها كنت عايز اقول اول حاجه كنت اقولها قبليك بس انت دخلت يعني. ف بتقول انا ما عنديش لعيبه او ما عنديش مش عارف ايه. طب ما تلعب اللعيبه دي يا حبيبي ماتشات، انت عايز تلعب بيهم الاساسيين كلهم، عايز تلعب بيهم الدوري، تلعب بيهم الكاس، تلعب بيهم بطوله عربيه، وتلعب بيهم بطوله مش عارف كله، هم نفس اللعيبه، ما فيش حد في العالم بيعمل كده يا جماعه. هناك بره بالكاس بيلعب اللعيبه اللي ما بتلعبش، فبيخلي اللعيبه دايما اللي تلعب مثلا هتلعب دوري تلعب تشامبيونز ليج، انت هنا عايز تلعبهم كل حاجه. والله حازم عشان لازم تاخد كل حاجه. والله حازم من الفكره دي ما ينفعش. من ست سنين من ست سنين انا لعبت كاس مصر كله بقول مست الصف الثاني في وسط السيزون. يعني انا فاكر كنا بنلعب المحله وكان الماتش في وسط الاسبوع بين ماتشين في الدوري، لعبت حازم ماتش المحله وكانت فرقه المحله فرقه كويسه، كان ماسكهم كابتن اشرف قاسم،
ها؟ لعبت الماتش للعيبه، مفيش ولا لعيب في الملعب من اللعيبه اللي بتلعب يعني. انت تتوقع الفريقين يلعبوا مدرب ان انت ازاي انت دورك لا مش مدرب بس يعني. انت دلوقتي لا والبوليسي بتاعت نادي كمان هو يقول لك ما انت ممكن تعمل كده، يقول لك لا انا مش عايز الكلام ده يا ابني، انا عايز اتلعب. لا انا قدام مسؤول، لازم يبقى في مدرب، لازم يبقى في برضه الناس المسؤوله تبقى عارفه انت بتعمل ايه وموافقه عليه. كابتن عزم انا برضه انت في دماغ وهم في حته ثانيه. عزم اللعيبه اللي موجوده في الصف الثاني في الاهلي والزمالك اللي ما بيلعبوش اجمل من اي فرقه في الدوري او اجمل من معظم فرق الدوري عادي. العب ايه انت رايك الاثنين هيلعبوا فول تيم؟ نعم انا رايي ولا هيحصل توقعاتك؟ توقعاتي لا لو هيلعب ماتش هيلعب، بس انا شايف الزمالك لو هيلعب ما يلعبش فول تيم. هيلعبوا فول تيم. انا بقول لك يعني انا بقول لك رايي كان هو ما يلعبش فول تيم كزمالك. يعني الدوري بعيد شويه، انت واخد بطولتين في اسبوع. صح، ركز كويس في جدا التالت. ركز في الثالثه، الدوري بعيد، ريح لعيبتك لماتش الترجي. كابتن هو كام نقطه وفي لعيبه بره؟ بقول لك ايه، مش 10 نقط؟ لا اكتر، 14 نقطه. 14 نقطه لو الزمالك والاهلي. لو الزمالك لغايه دلوقتي الاهلي ليه ماتشين، الاهلي لعب 15 ماتش فاضرب 15 في 3. هو مشكلة ان الزمالك مش عايز يفوق الاهلي. يعني برضه في نقطه برضه لازم نعمل حسابنا فيها، ان انت لسه كسبان الاهلي ومش عايز الماتش يبقى ايه، ان انت تبقى تيتا تيتا، انا كسبتك ماتش وانت اتغلبت ماتش. ما هو ده اللي هيتقال ايا كان انت لو لعبت صف ثاني. هنشوف الاثنين هيفكروا ازاي. لا يعني انا بشوف ركز خدت يعني انا الزمالك دلوقتي مبسوطين جدا، خدنا اثنين سوبر جامدين مع الاهلي ومع الترجي، وركزت بطولة افريقيا وعملت عليها شغل، وبطولة الكاس مثلا خدت 4 بطولات السنه دي او خدت، انت كويس مش حاجه وحشه يعني. شرفتنا تعلم. بشكرك على الحمد لله على السلامه، ربنا يخليك ودايما موفق. مبروك على الارض يا نجم مصر، دايما موفق يا رب. هناك دي ها؟ من هناك دي من هنا. اعمل لي زوم عليها لو سمحت. من هنا دي؟ لا 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 دي لسه اول لبسه. عالمي حبيبي ولسانه انت طيب. فاكر انا لما كلمتك من 10 ايام كده وقلت لك انا عايز عربيه صيف، وقلت لك هرجع لك تاني. رجعت لي يعني؟ رجعت قلت لك وانت قلت لي مستني عشان العربيات هترخص تاني، قلت لك يعني انت مستني ترخص اكتر ما هي قلت لي هيقصوها. يلا بشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه على خير. الدوري الانجليزي لكره القدم والهدف الاول والله دي فن ولاعبين السنه اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الاستاذ تحليل خطير مش اي كلام عميد وسيف وحزم امام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز اوف فانتسي